مفيش منشئ محتوى على اليوتيوب إلا ويطمح في زيادة في المشاهدات، وفي طرق كتير جدا لزيادة المشاهدات، منها طرق شرعية تؤدي إلى زيادة المشاهدات وزيادة الاقتراحات وزيادة المشتركين وزيادة الأرباح، ودي اللي بتكون شرعية بنسبة 1000000%. وفي طرق شرعية وبرضو غير شرعية، الاتنين ممكن تدمر قناتك على المدى البعيد أو حتى على المدى القصير. الموضوع ده مهم جدا وخطير، وبيقع فيه 99% من منشئين المحتوى وخصوصا المبتدئين. اي منشئ محتوى بيطمح ب200 ب100 مشاهدة حتى ب50 مشاهدة، وبيحاول بشتى الطرق من اجل زيادة في المشاهدات. الطرق دي فعلا هتزود مشاهداتك، ولكن الحقيقة ان المشاهدات دي هتكون بتدمر قناتك بنسبة 1000000%. هتاخد حاجة اسمها شادو بان. شادو بان ده معناه ان قناتك مش هتظهر للجمهور، سواء جمهورك او الجمهور التاني، وهتحس انك بتعمل فيديوهاتك لنفسك مش لحد تاني. الفيديو بينزل لا عليه لايكات ولا عليه تفاعل ولا عليه مشاهدات ولا عليه مرات ظهور، ولو خد مرات ظهور بيظهر في اماكن مش هي اللي مفروض يظهر فيها خالص. وعلى فكرة ده مش بيكون عيب اطلاقا محتوى، لا ده بيكون عيب اشياء بيعملها منشئ المحتوى وطرق بيقوم بيها منشئ المحتوى من اجل الحصول على مشاهدات. حتى لو كان محتواك ذو جودة كويسة انت بتدمره بنفسك، يعني بتقعد ساعة او ساعتين تعمل الفيديو وتنزله على اليوتيوب ما تلاقيش مشاهدات، فتبدأ تعمل تدخل بشري. التدخل اللي انت بتعمله ده بيكون كارثة على قناة، وحنفهم مع بعض ايه هي الطرق الغلط اللي ممكن تدمر قناتك علشان تتجنبها. رقم 1، جميع المبتدئين اول ما بيعملوا قنوات على اليوتيوب بيبدأ يبعتوا مئات الروابط لاصحابهم واهلهم ومئات الجروبات اللي ملهاش اي علاقة بالمحتوى، ويبدأ ينزل روابط فيديوهاته هناك، ما بتاخدش اي تفاعل، ولو خد تفاعل بيدخل على الفيديو يسمع اول ثانية او ثانيتين ويطلع يجري. الفكرة هنا ان منشئ المحتوى بيدور على اي مشاهدة وخلاص، ولكن هذه المشاهدة تضر قناتك اكتر ما تفيدها، لان كل مشاهدة لها عوامل من اجل احتسابها كمشاهدة مفيدة، زي انه يقعد يتفرج على الفيديو للنهاية او على الاقل نص الفيديو، انه يعمل لايك، انه يعمل شير، انه يعمل تفاعل بكومنت. كل الكلام ده مهم جدا، كمان مع سجل مشاهدة المشاهد. يعني المشاهد لو مهتم بمحتواك والمحتوى ده يعتبر هو المحتوى اللي بيدور عليه، ده هيفيدك بنسبة 1000000% ويؤدي الى زيادة اقتراحك. اما لو المشاهدة دي من اخوك او اختك، ابوك او امك، وهم اصلا مش مهتمين بالجيمينج او مش مهتمين بالقصص او مش مهتمين بالربح من اليوتيوب، للأسف الشديد انت هنا بتعاني. وعلشان توصل لمامتك او باباك او اخوك فكرة اللايك والكومنت والاشتراك وانه يقعد يكمل فيديو للنهاية وانه ما يطلعش من اليوتيوب من قناتك، الموضوع هياخد منهم مجهود جبار. علشان كده بنصحك وخصوصا في البداية ما تعملش كده اطلاقا. ممكن تبدأ تعمل كده بعد 500 مشترك وبعد لما توصل ل 500 مشاهدة، علشان يكون ده مش ليه تأثير سلبي قوي على قناتك. رقم 2، وده مهم جدا، لانك اول ما بتبدأ على اليوتيوب بتبقى مستني جدا انك تعمل صداقات مع اول كومنت بيجيلك. الكومنت ده غالبا بيكون من واحد من اصحاب صفحات التبادل او جروبات التبادل او مدير او عضو موجود في الجروب ده، بيبدأ يتصاحب عليك ويقول لك تعالى ده احنا عندنا فكرة مش موجودة عند اي حد خالص، احنا هنخلي فيديوهاتك توصل للمية والمتين مشاهدة اول ما بتنزل، بس مع حضرتك التزام، وهو ان في واجبات انت بتعملها زي ما احنا بنعمل لك وبنتفرج عليك، انت كمان مفروض تروح تتفرج على ناس تانيين. وهنا خد وحاد، يعني فيد واستفيد، ولكن انت ما تعرفش ان ضر وهتتضر. ايوه، لان الناس دي لا عندها اهتمام بمحتواك ولا عندها سجل مشاهدة يخدمك ولا عندها مصداقية ولا عندها امانة ولا عندها اي حاجة خالص
بدليل ان اليوتيوب بيحذف لك المشتركين، ان اليوتيوب بيحذف لك الساعات. ده بيقلل من قيمة قناتك، ده بيقلل من رينك قناتك، بيخلي اليوتيوب بدل ما يقترحها لمية شخص بيبدأ يقترحها لعشرين وعشرة الى ان تموت القناة. وعايز اقول لك لو الطريقة ناجحة، مدير القناة او مدير الجروب اللي انت موجود فيه ليه ما عندوش مليون مشترك؟ ليه ما عندوش مليون مشاهدة؟ ليه ما عندوش مليار من الفلوس والحاجات دي؟ هو بيستغلك علشان ياخد منك فلوس، يقولك تعالى فعلك قناتك، تعالى ابيعلك مشاهدات. هو واخدك سبوبة، وانت بصراحة صيد سهل ليهم علشان انت مش فاهم يوتيوب. علشان كده لازم تتابع المتوحد فكرة علشان نوضح لك ادق التفاصيل. الطرق دي طرق بتجيب لك مشاهدات ولكن بتدمر قنوات وتخرب بيوت، وبتقعد ستات ورجالة في البيوت مصدومين. هو محتوانا سيء للدرجاتي؟ المحتوى مش سيء، ولكن سلوكك هو اللي سيء. رقم ثلاثة دي انا قلتها قبل كده، كانت بتفيد منشئ المحتوى. مع التحديثات اللي بتحصل، اليوتيوب بدأ يتبع اسلوب مختلف لاحتساب المشاهدات، زي الماك ادريس، الاي بي، والمتصفح، وغيره وغيره وغيره. حتى كمان ممكن يكون برج المراقبة اللي بيجيب منه النت، او برج النت، او لاسلك النت، او اي حاجة من حاجات حسب الشريحة بتاعتك او حسب ظروفك. انت بتروح تعمل المتصفح الخفي. للأسف الشديد المتصفح خفي، الفي بي ان، الحاجات دي بدأت تتكشف الفترة الاخيرة مع تحديثات اليوتيوب 2024. علشان كده انا بطلب من حضرتك انك ما تعملهاش، لان الطرق دي تدمر قناتك. واتكلمت قبل كده وقلت المتصفح الخفي ما بقاش شغال، وعملت فيديو كامل وقلت يا جماعة لازم الفترة اللي جاية نهتم بمحتوانا، خصوصا ان اليوتيوب كل شوية يعمل لك تحديث. التحديث ده مفروض حضرتك تستخدمه استخدام جيد علشان توصل للنجاح. وخد بالك انت مش هتوصل للنجاح بالشكل ده، لان برضو في بعض الاخطاء اللي بيقع فيها المبتدئين بيعملوا عناوين مضللة وليست مثيرة. ايه الفرق بين المضلل والمثير؟ المضلل ان انا اقول لحضرتك شاهد هدف محمد صلاح اليوم، وتدخل تلاقي من جوه طبخة. اما المثير ان انا اقول لحضرتك هتعمل الطبخة دي في 3 دقايق، او اسرع واسهل وصفة في العالم، او وصفة مش هتكلفك 50 جنيه، او وصفة ب100 جنيه، او وصفة سهلة وسريعة، او روتين الكسل، او روتين التحدي، او ان انا اقول لحضرتك القصة دي هتغير حياتك 180 درجة. كل الكلام ده مثير وتحفيزي ولكن ليس مضل. لما اقول لحضرتك كيفية الحصول على 1,000,000 مشاهدة وانا الفيديو ما جابش غير 4,000 مشاهدة، ايه السبب؟ السبب ان انا محتوايا محتوى تعليمي، وبالنسبة لي ال4,000 مشاهدة زي 40,000 مشاهدة في محتوى ترفيهي. مقارنة بمتوسط مدة مشاهدة، مقارنة بالارباح، مقارنة بحاجات كتير جدا. يعني انا اتساوى معاك في ربحك ويمكن اكتر، بس انا عدد مشاهداتي اقل. لما اقولك 1,000,000 مشاهدة بيبقى حقيقة، وناس بتجيبها وبتجيبها كتير جدا داخل محتوايا، وفي قنوات الحمد لله معايا انا بادرها بيجيبوها وهم مغمضين عينيهم. بس انت لازم تكون مثير وانت شغال، اسير الجدل. اما لو عملت عناوين مضللة وحطيت صورة محمد صلاح علشان اجيب مشاهدات، فانت بتخلي الشخص ده ينفر منك ويبعد عنك، ما يكملش معاك، لانك جبت مشاهد ملوش علاقة بقناتك، ملوش علاقة بمحتواك، ملوش علاقة باي حاجة. لكن لو قلت له طبخة ب50 جنيه، هو داخل على الطبخة وكمان 50 جنيه. فلو 50 جنيه مش موجودة ولقى وصفتك او طريقتك او كلامك حلو، انت اقنعته فحيكمل معاك، لانه ده من ضمن محتوى. نشر محتوى غير مرغوب فيه، وحط تحت كلمة غير مرغوب فيه 100,000 خط. كتير جدا من المبتدئين ما بيكونش عندهم ثقة في محتواه، يعني بينزل فيديو في التاني ما يجيبش مشاهدات، يبدأ يجيله صدمة، انا كده محتوايا مش حلو، فيبدأ يتجه لمحتوى تاني زي المحتوى الديني او محتوى الرياكت، ويبدأ يجيب فيديوهات من التيك توك وينشرها على قناته، فيتفاجئ ان في مشاهدات، فيبدأ يقول انا محتوايا وحش
ويفقد الثقة في نفسه. اللي عايز اقوله لك ان محتواك مش وحش ولا حاجة، ولكن المحتوى التاني هو المحتوى الترندي المشهور، وخد بالك مع الوقت القناة بتاعتك هتاخد انذار في التاني في التالت او هتاخد سبام، ففي الحالتين انت مضرور. الطرق دي حرفيا بتزود مشاهداتك، ممكن 200، ممكن 3، ممكن 500، ممكن 1000، ممكن 2000، ممكن 100,000، ولكن في الاخر هتاخد محتوى معاد استخدامه. محتوى معاد استخدامه معناه انه محتوى غير اصلي وغير حصري وليس ملكك من الاساس. اليوتيوب بيبدا يراجع القنوات دي ويبدا يديها لا اما انذارات، لا اما يبدا يديها اشعار بايقاف، او يقفلها خالص بصوره نهائيه لانه نشر محتوى غير مرغوب فيه. علشان كده انا عايزك من البدايه ما تفكرش في الموضوع ده وابعد عنه. لازم تعرفوا ان اليوتيوب محرك بحثي، زائد ميزه التصفح اللي الصفحه الرئيسيه يتنقل فيها المشاهد. فلو عنوان حضرتك مش كويس ومحتواك مش كويس وليه علاقة بالحاجة اللي انا بدور عليها كمشاهد، معنى كده ان حضرتك بتفقد مشاهدات وبتفقد تفاعل. يبقى العيب هنا في المحتوى، السلوك اللي انت بتعمله قد يدمر قناتك، والمحتوى اللي انت بتعمله ممكن يتطور مع الوقت. الغلط اللي انت بتعمله داخل المحتوى ممكن بكرة نعدله، ممكن بعد بكرة نعدله، ممكن ما نهتمش بالكمية ونهتم بالجودة ونبدأ نظبط نفسنا مع الوقت. لكن الانذار مدته 90 يوم والشادو بان انت وحظك، وعدم اقناع المشاهد بيك والله لو رقصت له على البلد ما هيدخل يتفرج عليك. علشان كده نصيحتي ليك، التزم بمحتواك وطور من نفسك وانشر فيديوهاتك في مواقع التواصل في المكان الصح، لان ده اللي هيعلي من رينك قناتك ويوصلك لجمهورك بطريقة انت مش هتبقى متوقعها الفترة اللي جاية. زمان اول ما جيت ابدأ على اليوتيوب والله العظيم تلاتة ما كنت اعرف يعني ايه كلمة خوارزميات ويعني ايه كلمة محتوى، وكنت فاهم يعني المصادر الخارجية دي حاجة تانية. مع الوقت فهمت ومع الوقت اتعلمت وعملت قناة جديدة اسمها يوسف الباز، نجحت ب20 فيديو وفعلت ربح، وما زلت الى هذه اللحظة اللي انا قدام حضرتك بتعلم وعايز اتعلم وبفكر ان انا اطور من نفسي في حاجات كتير جدا. حتى وانا واقف قدامك دلوقتي بتكلم، انا بحاول على قد ما اقدر ان انا ابني جمهور. الجمهور ده هو ظهرك، حماك، هو اللي هيقف جنبك، فلازم تكون على الاقل محافظ عليه. هتكلم معاكوا عن جزئية بقى مهمة في الاخر، والجزئية دي موجهة لشوية القطيع اللي موجودين في التعليقات. ولا انت وهو، بطل غباء يلا، انت مش مولود غبي اطلاقا، مش مولود غبي. انت اللي انت بتعمله بيدمر قناتك، ولا ركز وصحصح. انت مفروض لما تدخل فيديو تسمعه بدل ما تكتب اشترك ورد اشترك واشترك وتم وعمل وعمل قناتك وتعال اعمل في قناتي ودور دورك ودور دوري. يلا انت مش غبي، يلا محتواك بيضيع، يلا محتواك بيروح، يلا بتضيع وقتك فوق. بلاش شغل القطيع اللي انتوا بتعملوه ده. انا لما بدخل اتفرج واشوف واقول الفيديو ده عليه 300 و400 لايك اقول ايوه، هدخل بقى رد على شويه كومنتات زي الفل، ما بلاقيش كومنت واحد يرضي ربنا، ما شاء الله اول اخر تاني تالت عاشر. يلا انت وهو، بطلوا غباء. اللي بيكتب كومنت لازم يكون كومنت مفيد علشان غيرك يدخل يتعلم ويستفاد. ما توصلنوش لمرحله اكون اسوأ مرحله فيها قلت عليك بطريق، قلت عليك بطة بلدي، قلت بلاش تعمل القرف ده، قلت كلام كتير جدا وما زلت بتعمله، ما زلت بتعمله نفس الاسلوب المعفن والزبالة والحركات الوحشة اللي بتدمر قنواتنا وبتدمر قنواتك. فوقوا بقى، فوقوا من العك ده بقى، فوقوا من القرف ده بقى. ده انتوا بقيتوا معروفين بالاسم، كل فيديو انا شحات من اليمن، انا شحات من سوريا، انا شحات من روسيا، انا شحات من مصر، انا شحات من جنوب افريقيا، والله ما بشحت، انا عايز 300 400 جنيه، انا عايز لايكاتكم. ايه يلا انت وهو يلا، ايه ده، ايه ده، وصلتونا لاخر طموحاتنا في اليو... بقيت انا عايز الطم على وشي واجيب لك طامه ولا اعمل ايه، ولا اعمل ايه؟ ما هو انت مش غبي. عارف ليه مش غبي؟ لانك انت بتعمل طريقه بتنرفز فيها الناس، فانت عندك طريقه تقدر تجيب بيها جمهور، بس انت بتستخدمها بطريقة تانية خالص. انا ما شفتش ناس غير في الوطن العربي والهنود اللي بيعملوا كده. الاتنين دول، ادخل اي محتوى اجنبي شوف الكومنتات بتكتب اسئلة عن الفيديوهات اللي بيسمعوها. اسمعوا الفيديوهات، اسمعوا الكلام، اسمعوا علشان تطبقوا. لكن بيجيلي 95% يقولك ايه، انا سمعت الفيديو بتاع حضرتك بس لاول 10 ثواني. احيي يا ابو سوزو، احيي، ما كملتش الباقي ليه يا فوزيه، ما
ما هو جوه لسه في كلام مهم. انا مش هقول غير كلمه واحده بس، حسبي الله ونعم الوكيل. في كل شخص عاوز يؤذي منشئ محتوى، او هدفه ان هو يؤذي منشئ محتوى، او هو قاصد ان هو يؤذي منشئ محتوى، لان الكومنتات دي بتاذينا وبتاذي المشاهد وبتاذي الجميع. لا انا عارفه امسحها لان هي كترت قوي، ولا عارفه ارد عليها لان اصلا بترد عليهم ببطريق وبطه بلدي وبرضو اغبياء بيعملوا نفس الغباء. تعبت من الموضوع ده والله، انا استهلكت من الموضوع ده حرفيا. بص يعني الفيديو ده الكلام ده مش مجهز له، بس انا شايف قطيع ماشي، القطيع ده ماشي في الشارع وعمال يقول لايك واشتراك وكومنت، دول ودورك يا قطيع اهدى شويه وركز في المحتوى.